أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج مصر تستطيع. بنواصل مع حضراتكم سلسلة الحلقات المهمة اللي عملناها وفيها مراجعة مراجعة ليلة الامتحان أو أيام الامتحان أو ليالي الامتحان في الثانوية العامة، وده بيتم بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وبنأكد لحضراتكم إن اللي بيحط الامتحانات في هذه المراجعات هم مستشاري المادة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وده بيكون بالتنسيق ما بينها وما بين المتحدة للخدمات الإعلامية كخدمة لطلاب الثانوية العامة من جانب، وخدمة لينا احنا كمان كأهالي، لأن احنا لأنها معلومات عامة مفيدة جدا لينا. احنا برضو بنلعب. انا عاوز اقول لحضراتكم حاجة، الحلقات يمكن اللي فاتت اللي اتعرضت، العربي، الفلسفة، علم النفس، التاريخ، الحلقات اللي اتعرضت دي عملت نوع من، يعني ناس كتير اصحابي ومن جيلي واكبر مني بقوا يجاوبوا، يعني ماسكين ورقه وقلم وبيجاوبوا مع الشاشه، بتفاعلوا مع المساله. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين طبيعه المناهج بتتغير وطبيعه المحتوى اللي بيتعلمه الطلاب بيختلف من جيل الى اخر. وهرجع تاني أكد على حضراتكم إن كل ابن من أبنائنا وكل بنت من بناتنا هم المشروع القومي لأهلهم، فالأهالي بيتعبوا ويستثمروا في أولادهم والأولاد بيتعبوا عشان يبقوا حاجة كبيرة. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. إحنا معانا النهاردة بنتشرف بوجود رنا سامح على يمين، أهلا وسهلا بيك يا رنا. ياسمين أحمد، أهلا وسهلا بيك يا ياسمين. ودول اختاروا فريق رمسيس الثاني. على يساري فريق جغرافي والمفكر المصري جمال حمدان، مريم عادل، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وهاجر عنتر، أهلا وسهلا بحضرتك. جاهزين؟ جاهزين. إيه الأخبار؟ إحنا بنعمل إيه اليومين دول في المذاكرة؟ بنذاكر. بنحاول نعمل نقدر عليه. طيب كم ساعة في اليوم يا مريم مثلا؟ يعني ممكن بيبقى من 5 لـ6 مش اكتر. من 5 لـ6 ورا بعض ولا عشان المراجعات في الوسط ولا لا؟ بيبقى فترات. فترات ممكن تبقى فتره مركزه وبعدين بريك وهكذا. وانت دلوقتي ياسمين بتراجعي باب باب ولا بتراجعي مراجعه شامله؟ لا باب باب، يعني باب باب. بحضر المراجعه براجعها بعد كده اطبق عليها بقى اسئله كتير بعد كده. احنا نبدا الاسئله بحضراتكم، وإذا كان في بعض الأسئلة فيها خرائط هديكم الورق اللي فيه الخرائط، ما تقلقوش. هتشوفوا تقدروا تشوفوا السؤال الأول. اتخاذ قرار باستخراج احتياطات منجم الفوسفات أبو طرطور يتم باستخدام الاستشعار عن بعد، نظم المعلومات الجغرافية، وسائل الاتصالات الحديثة، تكنولوجيا المعلومات. والإجابات حتى قدامكم اللي هي الاختيارات الأربعة. الاستشعار عن بعد. الاستشعار عن بعد. الاستشعار عن بعد. متفقين؟ اه. وانتوا رأيكم ايه؟ انا حاسها نظم المعلومات الجغرافية. استشعار. الاستشعار. انت استشعار. وانت؟ انا حاسه نظم المعلومات الجغرافية. حاسه ولا يعني حاسه عندك سبب للإجابة ولا بتستبعدي؟ لأن بيبقى فيها الموارد وبنبقى عارفين فيها حصر الموارد. أنا برضو مع مريم لأن هم خلاص اتخذوا القرار. الإحساس يهزم الاستشعار. الإجابة هي اللي قالتها مريم، نظم المعلومات الجغرافية. 0 أفضلية. مش هقول الرقم لكن ليكم الأفضلية. خلاص طالما الإجابة يبقى أنت كده. إيه هاجر هتمشي ورا مين؟ عشان هو السؤال برضو بيقول اتخذوا القرار. اتخذوا القرار. خلاص خدوا القرار. إنما لو ما كانوش لسه اتخذوه كان يبقى استشعار لأنهم لسه بيبحثوا. شفتي بقى؟ هي دي أهمية اللي إحنا بنعمله. إحنا بنشرح بنتعلم. على فكرة أنا بتعلم مع حضراتكم وزمايلي اللي واقفين ورا الكاميرات التعبانين يعني وشقانين معانا، هما كمان بيتعلموا، وهي حاجة ممتعة لينا كلنا. إحنا كلنا يعني بنستمتع بالمسألة. السؤال لفريق جمال حمدان رحمة الله عليه. طبقاً لأفكار أرسطو، إذا وجد تباين واضح بين عدد سكان الدولة ومواردها الاقتصادية فإن هذا يعني ضعف عناصر قوة الدولة المثالية، هشاشة تحصين الحدود السياسية، سهولة استغلال الموارد الاقتصادية، صعوبة تعرض الدولة للغزو والاحتلال. احنا بنقول
اجابك صح بتاعي الاجابه صح. ان شاء الله. متاكدين كلكم؟ اكيد ان شاء الله. متفقين يعني؟ متفقين. متفقين على حاجه صح اكيد يعني. اجابه صحيحه. 0-1 فريق رمسيس الثاني، 0 فريق جمال حمدان، 1. مش هقول 0 ما تقلقيش، السؤال ده مش هقولها اهو. جاوبي على السؤال ده وان شاء الله نعدي اسمين. بس ركزي مع رنا. يؤدي تحسن مستوى معيشة المواطنين في جنوب شرق آسيا إلى تخلص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من إحدى المشكلات: 1. السياسية ذات البعد الاجتماعي، 2. الاقتصادية ذات البعد السياسي، 3. الاجتماعية ذات البعد السياسي، 4. السياسية ذات البعد الاقتصادي. الاقتصادية ذات البعد السياسي. حضراتكم احنا بنقول ريم. ريم اجتماعية ذات بعد سياسي. ليه؟ علشان اجتماعية في هجرة. هو هجرة جنوب شرق آسيا، هما بيهاجروا لجنوب غرب آسيا اللي هو دول الخليج. العمالة الوافدة بسبب عدم تجانس. صحيح. أنا متفق معاهم، أنا مش عارف الإجابة، بس أنا متفق معاهم إنه يعني الكلام يبدو متفق. متفق معاهم بالفعل، لأن الدول العربية بتضم كل الهجرات، يعني أغلب أصلا الناس اللي بتهاجر بتروح الدول العربية عشان هم عدد السكان فيهم قليلة. بس ده سؤالكم يعني، ادوني إجابة. جيم. إجابة جيم. ها؟ أنت أنا جيم. بس أنا حاسة اقتصادية أكتر. انت ممكن تكوني حاسه اقتصاديه، لان احنا برضو عندنا مجلس التعاون الخليج هو برضو مجلس تبع دعم التكتل الاقتصادي، بس ده هتلاقيه بعيدا عن السؤال. يعني هو بيقول لك مستوى معيشه المواطن، معيشه المواطن اصلا دي مشكله اجتماعيه مش اقتصاديه. ايه ياسمين فهمت الموضوع؟ امشي ورا مين؟ ياسمين انا فهمت السؤال. ايوه فهمت السؤال، بس هو ايه؟ احنا امشي ورا مين؟ تيم. لا امشي ورا مريم. ما هي مريم هي اللي جاوبت من الاول. ما انا قريت السؤال تاني. بس مريم والله قلبها طيب، هي وهاجر يعني ايه ادوكم الاجابه. ايوه مش عارف انا السؤال. ادوكم هديه اهو. بس انا بيني وبينك يعني ايه، يعني لجأت لهم عشان بس موضوع الصفر ده يعني نغير شويه. انت معايا بس بعد سنس. اجابه صحيحه هي واحد ومستعجله على واحد واحد. اهم حاجه بس خلي بالك ليهم سؤال يعني. طيب السؤال ده في خريطه، هديكم الخريطه ما تقلقوش. تعبر الخريطه المقابله عن سيطره الراسماليه، مرحله الحرب البارده، انتصار الشيوعيه، تفكك يوغوسلافيا. هو كده الاجابه تبقى الحرب البارده، مرحله الحرب البارده. طب اتفضلي. طب ايه رايك بقى، انا مصمم انك تتفرجي انت ورانا وتقولي لي بقى، تقولي لي الاجابه ايه. مش هترجعي في كلامكم؟ ها؟ مش عارف. لا ان شاء الله. ها؟ ان شاء الله. لا انا حاسه اجابه. هو مين اللي قالت في الاول، مريم ولا هاجر؟ ايوه هاجر. يعني دي اول مره احنا بنجرب فيها هاجر. لا جربت اسال ممكن اعمل. عللي. اتفضلي. اولا هي بالاستبعاد اصلا بتبقى الحرب البارده. ليه؟ لان تفكك يوغوسلافيا الخريطه ما فيهاش اي حاجه، لان اصلا جايب المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه، فدي نستبعد. انتصار الشيوعيه اصلا المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه بعد ما الشيوعيه اصلا ما انتصرتش، الشيوعيه تفككت، فالمانيا اصلا الشرقيه والغربيه اندمجوا قبل ما الشيوعيه تتفكك بفتره يعني تقريبا سنة، فدي برضه تستبعد. مرحلة الحرب الباردة دي لما تفككت أصلا ألمانيا الشرقية والغربية، كان وقتها الحرب بين الرأسمالية والشيوعية اللي هي أمريكا والاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي. فهي دي مرحلة سيطرة الرأسمالية. لما الرأسمالية أصلا سيطرت كانت ألمانيا اندمجت، ما كانتش ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. والله بص التفسير اللي قدمته ده كله ممكن تاخد النقطة يعني، بس يعني بس للأسف بتاعتنا. للأسف يعني كل يعني تعبتي بذلتي مجهود كبير جدا، بس احنا كلنا مستفيدين. إجابة صحيحة. إجابة عند حضرتك. والنتيجة دلوقتي برافو يا ياسمين. 1 رمسيس الثاني على يميني، على يساري فريق جمال حمدان، 2. في خريطة عشان انت بتحب شكل كده، بتحب الموضوع الخرايط.
حاطه في دماغي يعني. ما تقوليش كده. وانت يا مارس؟ لا انا كل سؤال كل واحد ليه طريقه. لازم اكتب جنبه انا حليت دي ليه، علشان لما ارجع للسؤال ممكن انا مثلا بنسى حليت ليه. وانت يا هاجر؟ وانا برضو ساعات بستخدم الاستبعاد، لو مثلا سؤال صعب قوي بالنسبه لي فباخد الاستبعاد احسن. طيب هي الإجابة مظبوطة، وثلاثة فريق جمال حمدان واثنين فريق رمسيس الثاني. بعد الفاصل هنرجع تاني نكمل المنافسة بتاعتنا الجميلة ما بين الجميل والأجمل. رجعنا لحضراتكم تاني، والمنافسة محتدمة ما بين فريق رمسيس الثاني وفريق جمال حمدان، والنتيجة قبل الفاصل لفريق جمال حمدان 3 فريق رمسيس الثاني 2. وبأكد على حضراتكم ان دي مراجعة النهائية لمادة الجغرافيا في الثانوية العامة، ومعمولة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والوضع هذه الأسئلة مستشاري المادة. السؤال لفريق رمسيس الثاني: إقليم الهلال الخصيب يضم 5 دول، هي العراق، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين. ادرسها جيداً ثم استنتج. أكثر المناطق التي يظهر أثر المناخ على زيادة فاعلية الأنشطة البشرية بالهلال الخصيب في جهته. أكثر المناطق التي يظهر أثر المناخ على زيادة فعالية الأنشطة البشرية بالهلال الخصيب في جهته. طبعاً عاوزين خريطة. هو أنا يعني الإجابة موجودة، بس برضو أشوف الخريطة أتأكد منها. ماشي، تفضل. طب قولي بقى الإجابة. الإجابة من غير الخريطة؟ غربية. طب تصدقي بالله؟ والله ما مديك الخريطة. إجابة صحيحة. هو هيبقى الناحية الغربية، بسبب ان هيبقى فيه البحر المتوسط، ومناخ البحر المتوسط من المناخ المعتدل اللي هو يقدر يبقى فيه تنوع في المحاصيل ويبقى فيه زراعة كده. وانتي برضو من اول لحظه كنت عرفتيها؟ انا كنت بقول السؤال سهل بقى. يعني هو اصلا الخريطه برضو هي اصلا الشاشه. جمال حمدان انتوا كده تعادلتوا معاهم، بس لسه ليهم سؤال. طب بتتمنوا لهم يجاوبوا صح ولا غلط؟ طبعا خير. هي الفكره مش فكره. برافو عليكم. برافو عليكم. يعني الفكره ان احنا نستفاد. صحيح. الدوله التي درستها وتتبع النظام شبه الرئاسي في الحكم يقع أغلبها في الربع الشمالي. الربع بقى الشمالي الغربي ولا الجنوبي الشرقي ولا الجنوبي الغربي ولا الشمالي الشرقي؟ وطبعا في خريطة أطلعها حضراتكم. اتفضل خريطة. احنا محتارين بين اجابتين، انا بقول شمالي غربي وهي بتقول شمالي شرقي. طب مين فيكم بيقول شمالي غربي ومين فيكم؟ انا بقول شمالي غربي وهي بتقول شمالي شرقي. وهي بتقول شمالي شرقي. طيب قدامكم 60 ثانية وهترجعوا لي بإجابة واحدة بس، وانا في ثانيه واحده اقول لكم اجابه صحيحه ولا غلط. شفتوا بقى اكتر من كده سرعه؟ وبدون تعليل. انا عرفت الاجابه. عشان ياسمين مجهزه ايه قصيده. انا مش برضه، هو انا برضه لو لما خايفه تكون قدامي هعرف احدد هي انهي جهه بالظبط. صح. برضه مش عارف. بالعكس بتعمل حاجة كويسة جدا، دايما كل حاجة ليها منطق ليها سبب. هو احنا لو مش متفقين ايه؟ ما دي بقى مشكلة البنات والأولاد، عارفة لو 2 ولاد هتفهم ثانيه حتى لو رايحين في داهيه. معلش ثانيه واحده. البنات بقى في الموضوع ده عندهم Thank you.
على مسؤوليتك. هي بتقول شمالي شرقي. ما تصدقيها يا استاذه مريم. اوكي ما تصدقي وسقفلها كمان بس كده. اجابتها صح عشان هنحدد على اساس فتره. يبقى كده النتيجه 4 فريق جمال حمدان و3 فريق رمسيس الثاني. والسؤال اللي بعده عايزين نكسب اكبر كم ممكن من الاسئله بنات. يلا بينا. يلا السؤال لفريق رمسيس الثاني. بحيره تشاد مقسمه بين 4 دول افريقيه هي تشاد والنيجر والكاميرون ونيجيريا. من خلال العباره السابقه استنتج: البحيره السابقه تمثل حد طبيعي بين مجموعه دول جميعها تنتمي لمجموعة الكوميسا، بعضها تابع لمجموعة الكوميسا، جميعها تنتمي لمجموعة الإكواس، بعضها تابع لمجموعة الإكواس. طب هو السؤال مفيش خريطة؟ لا مفيش خريطة. طب ينفع أشوف السؤال من قريب؟ بص يا مان هنشوف. هعاوده لك تاني. بحيرة تشاد مقسمة بين 4 دول أفريقية هي تشاد والنيجر والكاميرون ونيجيريا. من خلال العبارة السابقة استنتج: البحيرة السابقة تمثل حد طبيعي بين مجموعة دول جميعها تنتمي لمجموعة الكوميسا، بعضها تابع لمجموعة الكوميسا، جميعها تنتمي لمجموعة الإكواس، بعضها تابع لمجموعة الإكواس. بتقاريها ولا ايه؟ السندزمنتك معاك ده انتوا جروب واحد. ايوه كده ضموا على بعض. او احنا ما ينفعش ناخد خريطه كانت موجوده في السؤال قبل كده؟ لا هو السؤال خريطه قديمه. قديمه؟ اتفضلوا. خريطه بتاعت افريقيا. طب اللي هي ما بتشوفهاش انت نسيته ولا ايه؟ اهي بالظبط اهي دي اللي فيها افضل. ايوه هتقول لك اصل انا ما شفتهاش. جميعها تنتمي لمجموعه الكوميسا، بعضها تابع لمجموعه الكوميسا، جميعها تنتمي لمجموعه الاكواس، بعضها تابع لمجموعه الاكواس. انتوا عارفين الاجابه يا بنات؟ نعم بدون ما تقولوا عارفينها. جمال حمدان عرفه. سؤال ايه؟ يا رمسيس. طيب هي يا رمسيس يا تاني. جمال حمدان عرفه. طب ها؟ جميعها تنتمي لمجموعة الإيكواس. جميعها تنتمي لمجموعة الإيكواس؟ طب ممكن 60 ثانية؟ وأنا هجاوب عليكم في نفس الثانية برضه. أصلاً الإجابة صحيحة ولا لأ؟ اتفقوا بقى. تعملوش زي مريم مهاجر ها؟ بس انا ملاحظ انتوا بتتفقوا في كل حاجه يعني. مش عارفه بس انا حاساها ده وهي حاسه جيم. طب اتفقتوا مع بعض؟ انا بقول جيم بصراحه. اسمها احنا مش انا. اسمها احنا بنقول ايه؟ انتي شرفنا خليها تتوسع. ده انتي شايفه ايه؟ طب اسمعيني اجابتك. شايفاها ده بصراحه. احنا نقنع بعض بقى. ليه مش كلهم فين الاكواس؟ ياسمين لازم حد يقنعها بالموضوع. اصلا دي مش اكواس دي. ايوه دي الكونجرس. فورا انا هفضل خمس مدات خمس. خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. عاوز إجابة. خلاص مخليها جيم. بس هي ليه بتعملي في نفسك كده؟ مين أنا؟ أنا واثقة صراحة في دال بس هي مصممة إنها جيم. بس بصي هنا أنت مشيتي ورا ياسمين لكن في الامتحان امشي ورا قلبك. هي الإجابة دال. مش حاسه. اجابه دال كده. لو هما جاوبوا السؤال ده يبقى في فرق نقطتين. قلت لك. طيب
النتيجة دلوقتي 4 فريق جمال حمدان، 3 فريق رمسيس الثاني. تتعدد العوامل التي أثرت في تغير الحدود في العالم في ضوء تلك العبارة. وضح العامل الذي أدى إلى وضع الحدود في معظم دول أفريقيا: القوى الطبيعية، العامل الديموغرافي، القوى الخارجية، العامل الاقتصادي. سؤال سهل. هيبقى جيم القوى الخارجية. سؤال سهل وإجابة سهل. ويبقى أرزاق. ما تبصي أرزاق والله. بس يعني فريق جمال حمدان ولا أول مرة أقابلهم في حياتي. بس بلاش بلاش التهم. نظرات للتهم. أرزاق والله. احنا برضو جالنا في مره سؤال سهل. هي السؤال الاسئله بتيجي بالحظ. اي اغزاء حظنا. طيب. كده طيب يعني نطلع فاصل عشان يمكن نغير نعمل لخبطه في الحظ. يلا نطلع فاصل نرجع تاني نكمل مع بعض. ورجعنا لحضراتكم تاني وبنواصل المنافسة ما بين فريق رمسيس الثاني وفريق جمال حمدان في مراجعة أو مراجعة النهائية لمادة الجغرافيا في الثانوية العامة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وبأكد على حضراتكم أن اللي وضع أسئلة هذه المراجعة هو مستشاري المادة. والسؤال لفريق رمسيس الثاني، طبعا أنتم متأخرين بنقطتين فإحنا محتاجين إيه شد حيلنا في السؤال ده. إن شاء الله أنا معاكم إن شاء الله عشان نقدر نوصل، بس احنا كلنا كسبانين اكيد. اكيد. طيب امامك شكل يوضح عدد مرات استخدام القوة العظمى لحق الفيتو بمجلس الامن الدولي خلال فترة معينة. اكثر هذه الدول حفاظا على تمرير قرارات مجلس الامن هي دولة. اهو الشكل موجود اهو لحضراتكم. اتفضلوا. هي دولة بقى فيدرالية كبيرة المساحة، وحدوية شبه رئاسية، فيدرالية ذات نظام رئاسي، وحدوية كبيرة السكان. فيدرالية كبيرة المساحة، وحدوية شبه رئاسية، فيدرالية ذات نظام رئاسي، وحدوية كبيرة السكان. تبقى وحدوية شبه رئاسية. وحدوية شبه رئاسية. يعني هل هي فيدرالية كبيرة المساحة ولا وحدوية شبه رئاسية ولا فيدرالية ذات نظام رئاسي ولا وحدوية كبيرة السكان؟ وحدوية شبه رئاسية. هي وحدوية شبه رئاسي لأن دي فرنسا، وهو بيقول لك هذه الدولة حفاظا على تمرير قرارات مجلس الأمن. يعني معنى كده تمرير القرارات اللي هي مش بتقعد تستخدم حق الفيتو كتير. فالدولة اللي أقل دولة اختارت حق الفيتو هي فرنسا 18 مرة. فهي فرنسا طبعا الشكل المثالي للدولة الوحدوية ونظامها شبه رئاسي. هو بيقول لك اكثر هذه الدول حفاظا على تمرير قرارات مجلس الامن هي دوله ايه يعني اكتر. خلي بالك السؤال هنا، اتصدق انا ضحك عليا في السؤال، لان انا تصورت ان هي الدول التي استخدمت حق الفيتو. شفتوا السؤال فيه، لكن هو السؤال صياغته هي اقل استخدام لحق الفيتو. بس شوف الصياغه عامله الصياغه في منتهى الذكاء بصراحه. انضحك علينا. بس ما انضحكش عليا. طب اجابتك غلط والتعليل غلط واندحك عليا واحنا كلنا غلط. والاجابه الصحيحه هي وحدويه كبيره السكان. السين استخدمتها 8 مرات. ما شفتي يا نهار ابيض. احنا مش شايفين. احنا بنتكلم من على ان روسيا، فهي روسيا فعلا كبيره المساحه وممكن عشان هي بتقدر تستخدم حق الفيتو. فكده احنا شايفين صح. المشكله عارفه انت هو ده غباء مني انا، اني مكتوب هنا 123/8/76/32/18. انا بصيت من الاول 18 ما بصيتش في الباقي. رغم ان انا معلله اصلا ان وحدويه كبيره المساحه اللي هي الصين. والمفروض اللي هو بالفعل اقل حاجه تبقى اللي هي بس كويس. هو احنا اتسرع. احنا في الامتحان مش هنتسرع ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله اكيد هقرا الحاجات دي. سؤال لحضراتكم وكده عندكم ممكن تبقى عندكم 3 نقط كمان بالسؤال ده. احنا النتيجة دلوقتي 3 فريق رمسيس الثاني، 5 فريق جمال حمدان.
من خلال الخريطة يرجع السبب وراء النزاع على الحد الشرقي لدولة تشاد للاستعمار، الألماني والبلجيكي، الإيطالي والإنجليزي، الأسباني والفرنسي، الفرنسي والبريطاني، وطبعاً أكيد عايزين تشوفوا خريطة، صح؟ تفضل الخريطة. ودي السؤال، انتوا بصوا بقى على الشاشة، انتوا شاطرين في الإجابة على الأسئلة مش بتاعتكم ها؟ مش عارفة، بحس أسئلتهم حلوة. لا هي والله بس يعني مش أجزاء، زي ما بتيجي مع الواحد يعني. بس أنا متضايقة إن أنا عارفة الإجابة مش مهم، يعني المهم إن احنا اتعلمنا. شو أنا سؤال جاي لافر شوية يعني، بص عارف أنت اللي هو أنا عارفة إن هو حفاظا على التمرين في الوقت اللي هي أقل حاجة وكده، بس أنا ما كملتش قراية الأرقام اللي تحت، فهو ده اللي كانت المشكلة. مش تركزي يا بنتي، أنا افتكرتها زيك والله. بس بنقول ألمانيا وبلجيكا، قررت مجلس الأمن ألمانيا وبلجيكا. انت عارف ان في ناس في كنترول منحازين ليكم جدا، وفي ناس في كنترول منحازين الناحيه الثانيه. فالناس اللي هم بيشجعوا هنا، زمايلنا يعني اللي بيشجعوا هنا، فرحانين. دي الاجابه غلط، هي كانت مش موجوده. هو في حد ايه، في حد قال حضراتكم قال لي شمايه طنط؟ انا بطلت تشجع. لا خلاص، ممكن اشوف. الاجابه الصحيحه هي الفرنسي والبريطاني لحضراتكم. الفرنسي والبريطاني. وكده النتيجة زي ما هي، 3 فريق رمسيس الثاني، 5 فريق جمال حمدان. عندكم فرصة تقربوا، حلل الشكل المقابل ثم استنتج أقل الدول من حيث معدل الإعالة يمثلها الرمز لام صاد عين سين. وهدي لحضراتكم الشكل. طب ينفع أقول حاجة؟ تفضل. إن هو المفروض واضح الشكل والأرقام مكتوبة والسؤال مكتوب، بس في حاجة المفروض إن دول يبقى درجاتهم ألوانهم مختلفة، عشان أنا أعرف أحدد هي أنهي لون ده. بس أنا هجيبها هجيبها. محبش الغلب أبدا. أكيد اهو اهو الالوان اهي قدامك على الشاشه. لا بصي على الشاشه اللي قدامك هنا، عشان انت كده طلعتي بره الكاميرا. اهي زي ما انا اهي خلاص. احنا يعني في اجابتين. هي بتقولي سي، انا بقول سي وانا بقول لام. طب وانت هتقول بقى في الامتحان لو مصحح ان في اجابتين؟ اكيد هي هتختار في امتحانها اجابتها وانا هختار في امتحاني اجابتي. طب ايه، طب انا احسب النقطه دي، لازم تتفق مع بعض. انا مش محتاجه الحته دي، مش محتاجه. بص هي ياسمين مهتمه بالشرح، هي مش هقول لها وجهه نظري وهي هتقول لها. والله هو سؤال صعب ولا سهل؟ لا سهل ده. سؤال بيقول لكم السؤال سهل. انا عد 5 بس هي 4 خلاص، 3 2 1 سين. ما تقتنع باجابتها يعني المره اللي هي صح على فكره، هي صح، اجابه صحيحه. 4 فريق رمسيس الثاني، 5 فريق جمال حمدان. وسؤال ليكم هو، حلل الشكل المقابل ثم استنتج أقل نسبة قادرة على تحقيق التنمية توجد بالدولة، دولة عين ولا الدولة لام ولا الدولة صاد ولا الدولة سين؟ هي بتحقق أقل نسبة؟ أقل نسبة، يبقى اللي فيها كبار السن أكتر، هتبقى عين. الإجابة صحيحة. برافو، الإجابة صحيحة. نتيجة دلوقتي 4 لفريق رمسيس الثاني و6 لفريق جمال حمدان، وسؤال لفريق رمسيس الثاني. وعندكم فرصة إن أنتوا تقربوا، بس لو خسرت السؤال ده فخسرنا. ده سؤال مفصل إن شاء الله خير. من خلال دراستك لخصائص الدولة الوحدوية، استنتج أحد العوامل التي جعلت دولة روسيا تخرج من تصنيف الدول الوحدوية، الأيديولوجي ولا المورفولوجي ولا المناخي ولا التضاريسي؟
طب ايه؟ يعني انتوا رايكم ايه؟ هي مورفولوجي علشان روسيا دولة مساحتها كبيرة ويفضل في الدول الوحدوية تكون المساحة صغيرة عشان يحكموا السيطرة على الدولة. بس لو خسرتوها هتخسروا خالص ها؟ هي بيه ان شاء الله. لان اصلا مناخي ملهاش علاقه بالدول الوحدويه وما جاتش سيرتها قبل كده في الدول الوحدويه ولا التضامن. ركزي في الاجابه اكتر بالشرح المره دي. لا ما انا بالاستبعاد برضه هي تنفع اصلا بالاستبعاد تنفع. ايديولوجي فكري الوحدويه ملهاش علاقه مناخي الوحدويه ملهاش علاقه بالمناخ تضاريسي ملهاش برضه علاقه مورفولوجي عشان روسيا مساحتها كبيره وشكلها كبير برضه. جالي كده فكر انه ايديولوجي. خليش حد يغير قناعاتك هم صح. ايوه هم صح. طيب السؤال ده لحضراتكم لو جاوبتوه صح يبقى انتوا كسبتوا، جاوبتوه غلط هم هيجوا وراكم ليهم فرصه تاني. فكركم بالنتيجه ها انتوا كام؟ خمسه. وانتوا كام؟ سته. طيب خلاص سؤال فاصل. إذا كان هناك دولة تمتد في 18 دائرة عرض وثلاث خطوط طول فإن شكل هذه الدولة 18 دائرة عرض وثلاث خطوط طول. عشان بقى نكتب نرسم شريط طولي ده إجابة أولى، اثنين منتظم، ثلاثة بحري مجزأ، أربعة شريط عرضي. شريطي طولي. شريطي طولي؟ شوري سنة. ده السؤال سهل. لا انا مش قصدي والله. لا احنا راحت علينا السؤال. طب ممكن تكون اجابتهم غلط على فكره. لا اجابتهم صح ان شاء الله. صح. طب ولو قلت لكم ان اجابتهم غلط؟ لا ما اظنش انها غلط. شوف بدات ترجع قالت لك ما اظن وحضرتك انا شايفه ان هي شريط طولي فعلا. هي الاجابه غلط. ازاي 18 دايره عرض وثلاث خطوط طول؟ انا عرفت الاجابه. ممكن الاجابات تاني؟ انا ينفع اقول الاجابه؟ شريطي عرض. حضرتك هو هي شريطي طولي لان 18 دايره عرض وثلاث خطوط طول. وانت يا هاجر شريطي طولي برضه. هو ده بقى اللي بيسموه الاصرار على المكسب. ايوه الاجابه صح. كنت الاول مقتنع بيها كنت يعني كنت بحاول اخدعهم بس انت بصي تراجعت وهي تراجعت على طول. بس كلنا ايه؟ استفدنا كلنا مستفدين. استفدتوا بجد؟ اه. وانا هديكم بقى ايه نموذج الاسئله عشان في شويه اسئله ما لحقناش نسالها عشان حضراتكم بس كده. نعم؟ بس كده مفيش أسئلة تانية؟ لا مفيش أسئلة تانية. شوف بتاعت بص يا ياسمين بتاعت نماذج عاوزة نموذج وتجاوب فيه وتعلل يعني أهم حاجة التعليل يعني. شكرا جدا ليكم. شكرا رنا. شكرا ياسمين. شكرا لحضرتك. شكرا مريم. شكرا هاجر. وإن شاء الله بالتوفيق ونشوفكم من أوائل الثانوية العامة. وشكرا لمدارسكم وإدراككم. وشكرا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. شكرا لمستشاري المادة اللي وضعوا هذا الامتحان. نشكر حضراتكم جدا ونلتقي في حلقة جديدة من برنامج مصر تستطيع.